أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. في هذه الحلقة رح نتكلم عن موضوع كتير مهم، رح نتكلم عن طوفان نوح. في حلقة سابقة عملناها مع الدكتور ناجي اسكندر، وكانت طبعا في الموقع نفسها في نموذج للفلك فلك نوح، وطبعا في تساؤلات كثيرة. من أجل هذا السبب خصصنا كمان حلقة حتى بقدر الإمكان وبقدر المتسع نسأل أكثر عدد من الأسئلة طالما الدكتور ناجي موجود معنا. أنا بدعوكم حتى تشاهدوا هذه الحلقة حتى نلقي الضوء على هذا الموضوع الهام، الكتابة من كلمة الله، وبصلي من كل قلبي أنه تكون سبب بركة لحياتك. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.